تحظى صحة الإنسان باهتمام كبير من قبل المتخصصين في مجال الغذاء والتغذية والصحة العامة، وإذا ما رأى كل منهم إلى الصحة من زاوية اختصاصه فإنهم يجمعون الرأي على أهميتها لسعادة المجتمعات. بعض الأمراض قد تغير مجرى ذلك، منها كثيرة الانتشار التسممات الغذائية. كل واحد فينا ينجم يحكمه من ياكل ولا يشرب مواد غذائيه ما كونتاميني، يعني فيها السم ولا فيها ماده مسمومه ولا فيها جراثيم ولا فيها فوالا دي باكتيري ودي بارازيت ودي فيروس. فوالا قد يبدو موضوع التسممات الغذائية غير ذي بال للوهلة الأولى، لكنه أضحى هاجساً حقيقياً للسلطات المعنية والمواطن على حد سواء. ولعل أول المؤسسات المعنية المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائية والزراعية، خير أم له بالأساس التطور الملحوظ في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر، حيث تفتح المدرسة أبوابها أمام وظائف متعددة: مراقبة وتسيير النوعية والبحث والتطوير وإنتاج المواد الأولية. مهمات المدرسة هو تكوين المهندسين في الصناعات الغذائية، ولكن مرافقة الاقتصاديون من أجل التكوين المستمر، تكون مستمر في كل المجالات اللي عندها علاقة مع الصناعات الغذائية. هناك دورنا كمهندسين في الأسيغونس كاليتي أنه نحمي المستهلك ونشرح له ونفهمه كيف يتفادى هذه التوكسي انفيكسيون. تكوين مهندسين أكفاء قادرين على التعامل مع العملاء الاقتصاديين من أجل حماية المواطن المستهلك. سي لا سول ايكول على المستوى الوطني، ومن هدفها هو التكوين العملي، هو تكوين مهندسين أكفاء اللي يقدروا يعطيوا قيمة مضافة للعملاء الاقتصاديون ويعطيوا ويكونوا أطراء ذو جودة. هذا هو الهدف. قبل ما ندخل ليكول هذه كنت ناكل فالفاست فود، نخرج برا كل الناس عادي تسمى، نخرج برا ناكل اللي نلقاها، ناكل تما الواحد في النهار هذاك يكون يوم كامل هو برا يقرا، امبوسيبل ياكل حاجه صحيه، يحب يشري حاجه خفيفه ظريفه تسمى من برا. لي فاست فود كاين باختو، كنت ناكل برك. مي ابري كي دخلت ليكول هذه وقريت فيها عرفت حوايج بزاف، عرفت بلي لازم قبل ما نشري الحاجه لازم نشوف البلاصه اللي تخدمت فيها، لازم نشوف كيفاش خدموها. وحمايه المستهلك في الجزائر عرفت ثلاث مراحل: المرحله الاولى من الاستقلال الى 1989 مع ظهور اول قانون لحمايه المستهلك الذي ينص على القواعد العامه لحمايه المستهلك. وهذا القانون سمح لنا كذلك باش نوضعوا ترسانة تنظيمية من خلال المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية سواء كانت وحدية أو مشتركة لتأطير السوق الوطنية وكذلك لتأطير حماية المستهلك في الجزائر. 2009 عرفت الجزائر قانونا جديدا يتماشى مع القواعد العالمية، وهو قانون 0903 به مبادئ وتعريفات جديدة. هذا القانون كذلك سمح لنا باش تكون عندنا مراسيم تنفيذية تتعلق بمطابقة المنتوجات، بالملوثات، بالمضافات الغذائية، بأمن المنتوجات والضمان. اليوم للمستهلك كل المعلومات التي تسمح له باختيار كل ما يقتنيه بكل شفافية وعقلانية.
المرسوم 1740 المتعلق بالنظافة عند إنتاج أو تحضير أو لمس أو نقل المنتوج الغذائي. يعني عند كل مراحل اللي مر بها الغذاء أو المنتوج الغذائي هذا المرسوم اسمح لنا كذلك باش نعود ونرجع طريقة الHACCP إجبارية واللي لازم يتبعها كل منتج في الميدان. C'est très important. D'abord parce que في هذا السيستم il faut on fait toute la chaîne de production. Et à tous les niveaux, on essaye de comprendre s'il y a des risques, si un risque peut se présenter. S'il peut se présenter, eh bien, on essaye de régler le risque avant qu'il n'arrive. C'est une méthode préventive pour essayer de d'avoir une qualité irréprochable. Voilà. إيمان وزهرة طالبتان بالمركز الجامعي بالبيض قامتا بدراسة ميكروبيولوجية للمخاطر الصحية الخاصة بالمياه والأطعمة على مستوى المركز. شفنا 12 échantillons à partir du surface تاع la préparation, la distribution, les tables, les plats ou à partir de deux sources de l'eau. Et le repas. La majorité des résultats obtenus déclarent que la restauration collective est non conforme si elle est comparée avec les normes algériennes, tunisiennes, européennes et AFSA, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. تسممات غذائية في غالب الأحيان تقع عقب الولائم كالأفراح والجنائز والمؤسسات الكبرى التي تقدم وجبات جماعية لعمالها، وقد سجلت هذه الإصابات خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى أوت 2017 ب22 ولاية، حيث تأتي ولايات كل من البويرة في المقدمة بتسجيل 882 حالة تسمم غذائي جماعي، تليها غليزان بحوالي 500 حالة وجيجل ب334 حالة ومعسكر ب208 حالة تسمم والوادي ب200 حالة، والسبب يبقى بالدرجة الأولى عدم احترام قواعد نظافة اليدين والأواني وطريقة تحضير الوجبات ودرجة حرارة حفظ الأطعمة. Le risque jamais راح يكون زيرو او موان مينيميزي ونقصوا لو طو تاع لي زانفيكسيون هادو. باش نقصوا لي طو تاع لي زانفيكسيون هادو il faut laver bien les mains, il faut séparer les aliments cuits et non cuits, il faut mettre les aliments au réfrigérateur, il faut même préserver la date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale. انا autant que étudiant et consommateur source d'aliments ننصح جميع الناس باش يشوفوا par exemple l'étiquetage, يقراو دات ليميت كونسوماسيون دات ليميت دوتيليزاسيون تاعنا دائما نقولوا لي برودوي ريفريجيري حطوهم في الفريجيدار دائما شغل ما ياكلوش وخلاص. إحصائيات وزارة التجارة أظهرت أن أكثر من 7700 حالة خلال الأشهر التسع الأولى من 2017 خلفت 4 وفيات، ارتفاع بحوالي 1700 حالة مقارنة مع 2016، كما بيّنت الدراسة أن 14% من حالات التسمم الغذائي في الجزائر هو الإطعام الجماعي، فيما يلي جدول لأهم الأمراض المتعلقة بالتغذية مع إظهار مصدر كل منها، ولعل لهذه الأمراض كائنات دقيقة مجهرية مسببة لهذه التسممات، وهي ما تظهر بالتفصيل في الجدول التالي.
البعض يرجع أسباب التسممات إلى انعدام المراقبة الصارمة لكيفيات التصنيع والنظافة على مستوى التجهيزات الصناعية وعدم احترام هذه المؤسسات، ويبقى الحل التحدي بروح المسؤولية وصحوة الضمير المهني وعدم تقديم مواد غذائية مغشوشة للحد من هذه الظاهرة.